معالي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ومعالي رؤساء الوفود، معربا عن خالص الشكر وعظيم التقدير والامتنان لتلبيتكم الدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر المهم من حيث موضوعه وتوقيته. ورحب باسمكم جميعا بصاحب المعالي سيد رئيس البرلمان عموم أفريقيا، كما أرحب بصاحب المعالي الأخ العزيز الأستاذ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر. أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، السيدات والسادة الحضور الكريم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن خير ما نستهل به أعمال المؤتمر السنوي الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية آيات بينات من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الدكتور أحمد محمود أبو الوفا الصعيدي، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، نرحب بحضراتكم مجدداً في المؤتمر السنوي الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. والآن مع كلمة صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، فليتفضل معاليه. أصحاب المعالي، رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، صاحب المعالي الأخ العزيز الأستاذ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، معالي الأخ الأستاذ شرم بيرا رئيس برلمان عموم أفريقيا، السادة رؤساء الوفود، السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعاً أخوة أعزاء في بيت العرب، معرباً عن خالص الشكر وعظيم التقدير والامتنان لتلبيتكم الدعوة للمشاركة في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي يتشرف البرلمان العربي بتنظيمه على أرض الكنانة قلب العروبة النابض مصر العرب، داعياً مولى عز وجل أن يكلل أعمال مؤتمرنا هذا بالنجاح والتوفيق وأن ترقى نتائجه إلى تطلعات أمتنا العربية وشعبها العزيز. كما أرحب باسم البرلمان العربي وباسمكم جميعاً بصاحب المعالي أستاذ شرم بيرا رئيس برلمان عموم أفريقيا الذي يشرفنا بالحضور في هذا المؤتمر كضيف شرف عزيز علينا. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، الحضور الكريم، بدايةً نعرب باسم البرلمان العربي باسمكم جميعاً عن خالص تعازينا وصادق مواساتنا للشعبين السوري والتركي في ضحايا الزلزال المدمر الذي أدى إلى آلاف القتلى والجرحى، سائلين الله عز وجل أن يرحم الضحايا بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. ونوجه نداء عاجلاً إلى الدول والمؤسسات الدولية لسرعة تقديم المساعدات اللازمة لإغاثة الشعبين السوري والتركي والتخفيف من وطأة هذه الكارثة الإنسانية عليهم، كما ندعو إلى تجاوز الخلافات السياسية وإعطاء الأولوية في المرحلة الراهنة لهدف واحد وهو إغاثة المتضررين ممن فقدوا عوائلهم بيوتهم وتيسير وصول المساعدات إليهم بشكل فوري. واسمحوا لي أن أدعوكم للوقوف حداداً على أرواح الشهداء. شكراً. الحضور الكريم، في مستهل كلمتي أتقدم باسم البرلمان العربي وباسمكم جميعاً بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية التي تشرفنا باستقبال فخامته لنا منذ قليل وذلك العام التالي على التوالي، وهو ما يعكس إيمانه الكبير بدور الدبلوماسية البرلمانية العربية في خدمة العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية. والحقيقة أن ما سمعناه من فخامته خلال هذا الحوار المفتوح إنما يعكس رؤيته الثاقبة لمتطلبات تعزيز التضامن العربي والارتقاء بآليات العمل العربي المشترك في التعامل مع التحديات الراهنة. فنتقدم لفخامته مرة أخرى بخالص الامتنان وعظيم الشكر والتقدير. الحضور الكريم، ينعقد مؤتمرنا اليوم وأمتنا العربية تواجه العديد من التحديات والأزمات التي تفرض تحديات جسام على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية على نحو ما تجسده الأوضاع الداخلية في عدد من دولنا العربية. فلم يتنفس العالم الصعداء من جائحة كورونا وتداعياتها السلبية حتى جاءت التطورات المتصاعدة التي تشهدها الساحة الدولية وخاصة الأزمة الروسية الأوكرانية ما صاحبها من حالة انكماش غير مسبوق للاقتصاد العالمي. لتفاقم من هذه التحديات وتفرض المزيد من الأعباء الاقتصادية على دولنا العربية. وإذا كانت العديد من الأزمات التي تشهدها منطقتنا العربية قد استغرقت وقتاً طويلاً في حلها
وما تزال عصية على الحل، فإن هناك تحديات أخرى هي بطبيعتها لا تحتمل الانتظار، ولا نملك معها رفاهية الوقت في التصدي لها، ويأتي في مقدمتها مشكلة الأمن الغذائي العربي التي تمثل قضية حياة أو موت لشعبنا العربي ولشعوب العالم كافة. ومن هنا جاء مؤتمرنا اليوم تحت عنوان الأمن الغذائي العربي، الذي بات ركنا محوريا من أركان الأمن القومي العربي في مفهومه الشامل، وانطلاقا من المسؤولية القومية التي تقع على عاتقنا نحن البرلمانيين العرب في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ أمتنا العربية في التصدي لما يواجهنا من تحديات مختلفة. فقد حرصنا على أن يكون للبرلماني العرب إسهاما في معالجة هذه المشكلة، ومن هنا جاء إعداد الوثيقة التي سوف تصدر عن هذا المؤتمر تحت عنوان رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، والتي تمت مناقشتها وتنقيحها من خلال لجنة تحضيرية ضمت ممثلين عن أصحاب المعالي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية. وقد عملنا قدر الإمكان على أن تتضمن هذه الوثيقة أبرز التحديات التي تواجه مشكلة الأمن الغذائي العربي، وأن تشتمل على بعض الاقتراحات والمرئيات البرلمانية التي يمكن أن تساعد بشكل أو بآخر في التصدي لمشكلة الأمن الغذائي العربي. ونتطلع على رفع هذه الوثيقة إلى القادة العرب في قمتهم العربية المقبلة، لكي تكون تحت نظر جامعة الدول العربية للاسترشاد بها، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي يقوم بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل إعداد الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي، التي صدر بها قرار من القمة العربية 31 في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية. إن التحديات التي تفرضها مشكلة الأمن الغذائي العربي تحتم علينا أكثر من أي وقت مضى تعزيز التعاون والتكامل فيما بيننا، والاستغلال أمثل الميزات النسبية التي تتمتع بها كل دولة عربية، حتى نحقق الاكتفاء الغذائي العربي ذاتياً، ونحمي أنفسنا من أي صدمات أو اضطرابات مستقبلية، ولا نترك قوت شعبنا رهناً بمصادر خارجية تخضع لتقلبات المصالح والتحالفات. أصحاب المعالي، السيدات والسادة الحضور الكريم، مع تعاظم وتعدد التحديات التي تواجه أمتنا العربية، تظل القضية الفلسطينية هي القضية الأولى والمركزية في قلب وجدان كل عربي. وقد شهدت هذه القضية مؤخرا تطورات متصاعدة بسبب الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال ضد أشقائنا الفلسطينيين، من قتل المدنيين وتدمير للمنازل ومجازر في مخيمات اللاجئين وتدنيس للمقدسات الإسلامية والمسيحية وغيرها من الجرائم التي ترقى إلى كونها جرائم ضد الإنسانية، مما يزيد الوضع السياسي والإنساني تأزماً ويقوض جهود التهدئة وفرض إعادة إحياء عملية السلام. وفي هذا السياق لابد من وجود تحرك حقيقي للمجتمع الدولي لإجبار القوة القائمة بالاحتلال على انصياع للقانون الدولي، والتوقف عن تلك الانتهاكات الممنهجة والاعتداءات السافرة بحق الشعب الفلسطيني. ولابد أن تتحمل الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية للتوصل إلى حل عادل وشامل يعيد الحقوق لأصحابها، وينهي هذا الاحتلال البغيض على كامل الأراضي الفلسطينية. تابعنا جميعاً بكل أسف ما قام به مؤخراً بعض المتطرفين في عدد من الدول الأوروبية من جرائم حرق وتمزيق نسخ من المصحف الشريف بعلم وتحت حماية السلطات الرسمية في بعض تلك الدول التي تتشدق ليلاً ونهاراً باحترامها لحقوق الإنسان، وهي تنتهك بشكل صارخ مبدأ أساسي من هذه المبادئ وهو حرية المعتقد واحترام الرموز والمقدسات الدينية. إن هذه التصرفات المشينة التي تمثل استفزازاً لمشاعر ملياري مسلم حول العالم تؤجج خطاب العنف والكراهية، وتستدعي منا وقفة جادة أكبر من مجرد تنديد والشجب والاستنكار، وإنما يجب أن يكون هناك تحرك جماعي على المستوى الدولي لإصدار قرارات وسن قوانين تجرم وتعاقب الإساءة إلى الأديان والمقدسات الدينية. ولا بد أن يكون لنا نحن البرلمانيين العرب دوراً مهماً في هذا المسعى،
لذلك فإنني أنتهز فرصة عقد هذا المؤتمر الهام بمشاركة العديد من رؤساء البرلمانات والمجالس العربية وأخي رئيس برلمان عموم أفريقيا، وأدعو إلى تحرك جماعي على مستوى البرلمانات العربية والإسلامية والأفريقية لاستصدار قرار من الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي ستنعقد بعد شهر من الآن في مملكة البحرين، للمطالبة بوضع إطار قانوني دولي ملزم لمنع ازدراء الأديان ومحاسبة كل من يتورط في مثل هذه الممارسات البذيئة. وفي الختام أجدد لكم أصحاب المعالي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية الشكر والتقدير والامتنان لكل ما تبذلون من جهود مخلصة في خدمة أمتنا العربية، كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقيادة معالي الأخ العزيز الأستاذ أحمد أبو القيط الأمين العام لما قدمته من تسهيلات لاستضافة هذا المؤتمر، وكل الشكر للأمانة العامة للبرلمان العربي بقيادة الأخ العزيز المستشار كامل شعراوي لحسن تنظيم أعمال هذا المؤتمر، مؤكداً أن البرلمان العربي رئاسة وأعضاء وأمانة لم يدخر جهداً من أجل خدمة مصالح شعبنا العربي والدفاع عن قضاياه. أدعو الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير وعزة ونصرة أمتنا العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي. والآن ندعو صاحب المعالي السيد شيف شرومبيرا رئيس برلمان عموم أفريقيا لإلقاء كلمته، فليتفضل. Thank you for the opportunity. May I begin by recognizing and saluting the President of the Arab Parliament, His Excellency Right Honorable Adel bin Abdurrahman Al Somi. I salute the Honorable Speaker, who is also the host speaker, the Right Honorable Dr. Hanafi Ali El Gebali, the Speaker of the Egyptian House of Representatives, distinguished honorable speakers of national Arab assemblies and chairpersons of Shura councils, esteemed members of the Arab Parliament, Secretary General of the Arab Parliament, Mr. Kamel Mohammed Farid Sharawi, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, comrades and friends. May I start by expressing heartfelt condolences on behalf of the Pan-African Parliament on the devastating earthquake in Turkey and Syria. على خلفية زلزال مدمر الذي ضرب سوريا والذي وصلت نسبة الضحايا فيه إلى 23,000، وأدعو الله أن يسكنهم فسيح جناته ويتغمد روحهم بالرحمة. يجب أن نجتمع الآن البرلمانات الأفريقية والعربية أكثر من أي وقت مضى من أجل أن نقدم الدعم لكي نعين سوريا على اجتياز هذه المحنة العصيبة، ونقدم كل الدعم اللازم للأسر التي تأثرت جراء هذا الزلزال. وأود أن أعرب عن شكري إلى رؤساء البرلمانيين العرب وسعادة السيدة عبد الرحمن العسومي، عادل عبد الرحمن العسومي، وذلك لتوجيه الدعوة إلى البرلمان الإفريقي من أجل أن يشارك في مثل هذا الحدث المهم وهذا المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية ومجالس الشورى، وذلك في ظل رعاية من البرلمان العربي. في الواقع هذه الدعوة التي وجهت لنا سوف تشكل منصة تسمح لنا بالانخراط مع العالم العربي ونضمن تعاونا سوف يساهم
في إعادة توثيق الصلات بين البرلمان الإفريقي والمؤسسات العربية والمجالس التمثيلية الأخرى ومع كل دولة عضو من أعضاء جامعة الدول العربية. دعوني أيضا أعرب عن تقديري لاختيار هذا التوقيت تحديدا لتوجيه هذه الدعوة والذي جاء فورا عقب دعوة من اتحاد برلمانات الدول الإسلامية، ما يشكل إقرارا من جانب العالم العربي بأهمية الاتحاد والوحدة مع إفريقيا وذلك من خلال التعاون مع البرلمان الإفريقي. من الضروري أن نعمل سويا يدا بيد من أجل أن نجابه التحديات المشتركة التي تواجه الشعبين العربين والإفريقي، حيث أن مصائرنا متشابكة كما أثبتت المواقف. يجب أن نعمل معا ونحظى برؤية مشتركة ونتضافر من أجل تحقيق التنمية، ويجب أن يتعزز سعينا بالتعاون الاقتصادي والتنموي فيما بيننا. ربما تذكرون أنه على الأقل نصف السكان العرب موجودون في قارة إفريقيا، وثلث السكان القارة الإفريقية حوالي 68% من العرب يعيشون في القارة الإفريقية في جزء من أفريقيا، و 71% من المساحة الجغرافية للعالم العربي، أكرر 71% من المساحة الجغرافية للعالم العربي تقع في القارة الإفريقية. إذن من الواضح أننا واحد وأن مصائرنا واحدة، ولأسباب عدة لا أود أن أكررها هنا في هذا الصدد، عانينا معا من الغزو الاستعماري في تاريخنا جميعا، وندرك وقد قيل هذا للتو منذ قليل أن مسألة الدين وقضية الإسلام الذي يقع تحت الهجوم الآن يتطلب منا أن نتضافر معا ونعمل معا كقوة واحدة. يجب أن تتضافر قوة إفريقيا مع قوة العالم العربي، ويجب أن يشعر العالم والمجتمع الدولي بقوتنا، وذلك عند وقفتنا معا في شجب مثل هذه الأحداث، الأحداث التي توجه ضد هذا الدين الحنيف، بينما مرتكبو هذه الفظائع يتشدقون بقيم حقوق الإنسان والحريات الدينية. ولا شك إذن دعونا نتضافر معا في وجه هذه القضية. خارج إفريقيا وخارج العالم العربي تتحدد مصائرنا، ويجب أن نعمل يدا بيد من أجل أن نحتل الواجهة في قيادة سياساتنا واقتصاداتنا وثقافتنا وكل شيء. مؤخرا كانت مصر أيضا عرضة لهجوم من برلمان الاتحاد الأوروبي، وذلك على إثر رفضها الإقرار أو السماح بذهاب المثليين إلى حضور قمة المناخ التي عقدت في شرم الشيخ وقيامهم بأي تظاهرات. كلنا مدركون لما يهدفون إلى تحقيقه من وراء هذه التحركات. بالإضافة إلى ما شاهدناه في قطر في كأس العالم، في الواقع مؤتمرنا البرلماني ليس معنيا بهذه القضية،
لقد شجبوا ما فعلته قطر، لكن هذه الأحداث حينما تحدث وتتكرر في وجهها يجب أن نبدي التضافر. وإذا ما ظللنا صامتين فنحن نسمح لهم بترسيخ هذه الإساءات. يجب أن تتصدى إفريقيا لمؤازرة قطر والعالم العربي، ويجب أن يتضافر العالم العربي في وحدة، وندعو العالم العربي أجمع بأن يتحلى بالوحدة. إن بعض الانقسامات قد هي موجودة الآن، وذلك على إثر الممارسات الاستعمارية التاريخية. وأود أن أذكر البرلمان العربي بأننا في البرلمان الإفريقي لدينا مذكرة تفاهم ما بين برلمانينا، البرلمان العربي والإفريقي، وقد وقعت في 13 من مايو. مع الأسف لم تكن مفعلة كما هو مفترض لها، تعتبر لا تزال مكتوبة على الورق. يجب أن تتعاون مؤسستان من خلال تبادل الخبرات، ويجب تقديم التدريب للعاملين، ويجب أن نعد للمؤتمرات التي نتحدث فيها عن إنجازاتنا المشتركة. ويجب أن ندعم أيضا اللغة العربية، فهي من ضمن اللغات الرسمية المعتمدة في الاتحاد الإفريقي، وهي بالفعل مقرة في برلمان الاتحاد الإفريقي. لديكم الحرية أن تلقوا أي خطاب باللغة العربية في البرلمان الإفريقي. أود أن أنتقل سريعا وأعرج لكي أتحدث عن القضايا المشتركة مثل الأمن الغذائي. تدركون أن الاتحاد الإفريقي ونحن من أعضاء الاتحاد الإفريقي، إن موضوع عالم 2022 وهو تعزيز الصمود في مجال الأمن الغذائي للقارة الإفريقية، وهذا يستجيب ويتفق مع المبادرة التي أطلقتها أفريقيا من أجل ضمان الأمن الغذائي. نحن بحاجة سيد الرئيس أن نفعل التعاون بيننا، فمن خلال برلماناتنا ولجاننا البرلمانية يمكن أن نلتقي سويا، ويمكن أن نتناقش حول هذه القضايا المشتركة. دعونا نلتقي لنتناقش سويا حول كيفية مجابهة قضية الأمن الغذائي. لكن ما من قارة في العالم من شأنها أن تضمن الأمن الغذائي للكرة الأرضية أفضل من القارة الإفريقية. لدينا أخصب تربة ولدينا أفضل الأراضي الزراعية، ومع ذلك لا يزال الاستثمار في الزراعة منخفضا إلى حد كبير. وبصدد قضية الإرهاب، دعونا أثناء وجودنا هنا نحاول أن نتناقش حول هذه القضية. سيد الرئيس، إننا الآن نقر أيضا قانونا بشأن الأمن الغذائي، ونحاول أن نتشاركه مع كل الدول بحيث يساعدنا على التصدي لقضايا الأمن الغذائي بالتعاون مع الآخرين في أرجاء القارة. 60% من الأراضي الإفريقية صالحة للزراعة، لكننا لا نستغل هذه النسبة. لكن دعونا نفعل كل ما كنا ندعو إليه، فبرغم كل المعادن وكل الموارد الطبيعية التي تتمتع بها القارة لا نستفيد من هذه الثروة. نحن ندعو العالم العربي إلى أن يتطلع لإفريقيا كمجال الاستثمار. لقد حان الوقت، تعالوا إلى إفريقيا واستثمروا في الزراعة واستثمروا في مجال التعدين. فحاليا كما تعلمون الثروة المعدنية تذهب إلى الدول الغربية
من خلال استغلال شركاتها للثروات المعدنية، وأهم الأنشطة التعدينية تقع تحت سيطرة الشركات الغربية. قليل من الدول العربية هي التي تستثمر في هذا المجال. هل يمكن أن نلتقي سويا من خلال برلماناتنا ونحاول أن نزيل أي عقبات وأي عراقيل من شأنها أن تعرقل استثمار العالم العربي في قارتنا؟ دعونا نزيل هذه العقبات وهذه العراقيل. قبل أن أختتم كلمتي، أود أن أقول أننا بينما نمضي قدما، دعونا نتطلع ونرى كيف يمكن أن نعزز التعاون فيما بيننا بحيث نبني اقتصادات قوية وصامدة، ونتطلع إلى جميع الدول العربية لأن تساعدنا في كيفية مناقشة قضية الزراعة والأمن الغذائي. نحن بحاجة إلى التعاون من أجل ضمان الاستدامة في قطاع الطاقة أيضا. فأعلم أن موقف الطاقة في أفريقيا يواجه أمرا يشبه الكارثة. في الختام أود أن أقول رجاء دعونا نتعاون في مجالات البنية التحتية، الطرق وأمثال هذه المجالات. نحن بحاجة إلى الخروج بسبل مبتكرة من شأنها أن تعزز اقتصاداتنا معا. كل هذه التدابير يجب أن تتخذ، وذلك في سياق خارطة طريق تشمل أجندة إفريقيا 2063 ومنطقة القارة التجارية الحرة. من شأن تنفيذ خريطة الطريق كهذه أن تضمن لنا تحقيق التنمية. أختتم بقولي نعم يمكننا أن نتحدث ونتناقش. إذن الأفعال أفضل من الأقوال. إذا تعهدنا بأمور فمن الأفضل لنا أن نفعلها، فلنتبع الأفعال بالأقوال. شكرا جزيلا. Speakers of our parliaments, council and councils, on behalf of you and on behalf speaking of myself, I'd like to express thanks and appreciation to Africa على هذه الكلمة القيمة. ونأكد حرصنا التام على تعزيز التعاون العربي الأفريقي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية. فالعلاقات العربية الأفريقية ضاربة في جذور التاريخ وتستند على ركائز قوية ومصير مشترك. ونعمل بكل ما في وسعنا لتنميتها حتى ترتقي لطموحات الشعوب من الجانبين خاصة، وأن التحديات كثيرة تتطلب تكاتف الجهود كافة. والآن مع كلمة صاحب المعالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، فليتفضل. الأخ العزيز عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، معالي السيد شرامبيرا رئيس برلمان عموم أفريقيا، أصحاب الدولة، رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، السادة أعضاء المجالس والبرلمانات العربية، يسرني ويشرفني الترحيب بكم جميعاً في مقر جامعة الدول العربية بيت العرب بمناسبة انعقاد المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. وأتوجه بالشكر والتقدير إلى معالي عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، متمنياً للجميع التوفيق والسداد في تحمل المسؤولية الوطنية والقومية في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها العالم والمنطقة العربية. وأغتنم هذه المناسبة لأتقدم مثلكم بخالص المواساة وصادق العزاء في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع الرحمة وبالشفاء العاجل للمصابين. وأقول أن دعم الشعب السوري والتركي في هذا المصاب الجلل هو واجب قومي وإنساني يرتفع فوق الخلافات السياسية أو التباين في المواقف. إن جامعة الدول العربية
كمؤسسة حاضنة للعمل العربي المشترك تظل الركيزة الأساسية للجهود العربية الرسمية والبرلمانية لتنسيق السياسات الفاعلة في إطار منظومة العمل العربي. ولا شك أن مؤسسات التمثيل والتشريع والرقابة ممثلة في البرلمان في البرلمانات العربية تعد ركناً أساسياً في منظومة الحكم الرشيد الذي يقوم على إشراك الشعوب في العملية السياسية والتنموية، باعتبار أن الإنسان هو جوهر العملية التنموية وأداتها وغايتها في الوقت نفسه. وأتصور أن هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية تحتاج إلى تفعيل أكبر لدور هذه المؤسسات، فالمصاعب الاقتصادية تضغط على الجميع، وأوضاع التضخم والركود وارتفاع تكلفة المعيشة لها تبعات وارتدادات اجتماعية نرصدها في العالم باتساعه وفي عالمنا العربي بطبيعة الحال. وللأسف فإن هذه الأوضاع الصعبة وتلك الأزمات الضاغطة سوف تستمر معنا لفترة ليست بالقصيرة، طالما ظل الوضع الجيوسياسي العالمي ملتهباً على نحو ما نشهد في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وطالما ظل الاقتصاد العالمي يعاني من تبعات كورونا وغيرها من الأزمات، والتي أفرزت للأسف مزيجاً خطيراً من الركود والتضخم في نفس الوقت. وتقديري أن التماسك السياسي والاجتماعي يظل مفتاحاً مهماً لتجاوز تلك الأزمات وتعزيز صمود المجتمعات في مواجهتها. وهنا فإن دور المجالس النيابية ومؤسسات التمثيل والتشريع يعد محورياً في توفير القناة الواصلة بين الحكومات والشعوب، فالشعوب من حقها أن تفهم وتدرك أبعاد الأزمة وسبل المواجهة والتكاليف المرتبطة بذلك، والحكومات من واجبها أن تضع شعوبها في صورة ما يجري بكل أمانة وشفافية، ومن واجبها أيضاً أن تشرح برنامجها وخططها للمواجهة والصمود. وتظل البرلمانات هي الوسيط الذي لا غنى عنه للحوار المطلوب بين الحكم والشعب، وساحة مهمة للمناقشات الضرورية لكافة البدائل وكلفتها وتبعاتها. وفي هذا الخصوص فإنني أناشد كافة البرلمانيين العرب أن يكونوا صوتاً أميناً للشعوب في التعبير عن معاناتها وآلامها وأيضاً تطلعاتها وأحلامها، وأن تكون المجالس النيابية في الوقت ذاته منصة أساسية لتنوير الرأي العام بالحقائق والخيارات بكل ما تقتضيه هذه المهمة من العقلانية والتجرد. كما أدعو البرلمانيين إلى إيلاء الاهتمام الواجب للقضايا التي تهم الأمة العربية في مجموعها، والتي تؤثر تأثيراً مباشراً على حياة المواطن العربي في كل مكان. وأشير هنا على نحو خاص إلى قضية الأمن الغذائي العربي الذي يتعرض لتحديات خطيرة بسبب تبعات الحرب في أوكرانيا وما تسبب فيه من اضطراب في سوق الحبوب العالمي، فضلاً عن تصاعد التضخم وما يرتبط به من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية وبخاصة الضرورية منها. وربما تعرفون أن الجامعة العربية قد تبنت في قمة الجزائر في نوفمبر الماضي استراتيجية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي العربي، ويقتضي الأمر عملاً متضافراً بين الدول العربية من أجل تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس وبرامج عمل قابلة للتنفيذ. إن الأوضاع العربية لا زالت أسيرة للأزمات الممتدة، وأخطرها على الأطلاق
تلك التي تتعلق بوحدة بعض الدول وتماسك كيانها الوطني، مثلما نشهد في اليمن وسوريا وليبيا. وبعد عقد ويزيد من الصراعات الداخلية التي لا زالت هذه الدول في حاجة ماسة إلى تسويات سياسية لاستعادة وحدتها ودرء مخاطر التدخلات الأجنبية والإقليمية في شؤونها على نحو يشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي العربي في مجموعه. ولا يخفى عليكم ما تمر به القضية الفلسطينية من لحظة حرجة وبالغة الصعوبة، فالاحتلال الإسرائيلي يتبنى رؤية يمينية بالغة التطرف تسعى إلى تصفية القضية وقضم الأرض عبر البناء الاستيطاني والقضاء على الهوية الفلسطينية بالتهويد والقمع. وترى الجامعة العربية أن استمرار هذه الأوضاع في ظل صمت دولي مريب من شأنه أن يزج بالمنطقة كلها وليس فلسطين وحدها في دوامة خطيرة من انعدام الاستقرار والاضطراب، بل وسيقود إلى الدفع بالتيارات المتطرفة إلى صدارة المشهد على الجانبين، فالتطرف لا يولد إلا تطرفاً مضاداً. إن انسداد الأفق السياسي يعني حرمان الفلسطينيين من كل أمل في تحقيق حلمهم بالاستقلال وإقامة الدولة على حدود 4 يونيو 1967، ومن دون مشروع للتسوية فإن المجال سيبقى مفتوحاً لمتطرفي الحكومة الإسرائيلية لكي يمارسوا مخططاتهم بالغة الخطورة على نحو ما نشهد في القدس وغيرها من مدن الضفة. إنما المسؤولية محبي السلام كافة، بل من واجبهم العمل على التصدي لهذه المخططات المشؤومة وتعزيز رؤية الدولتين التي يريد هؤلاء المتطرفون القضاء عليها. وغدا سوف تستضيف الأمانة العامة للجامعة العربية مؤتمرا دوليا حول القدس يشرفه بالحضور عدد من القادة والزعماء العرب والوزراء وكبار المسؤولين والسياسيين والخبراء. والهدف الأساسي هو التعريف بما يجري في القدس لكي يدرك العالم الصورة على حقيقتها، والعمل على تعزيز صمود أهلنا في هذه المدينة المقدسة العزيزة على قلوبنا جميعاً بكل سبيل ممكن. وأدعوكم جميعاً إلى متابعة نتائج أعمال هذا المؤتمر وتوصياته والعمل على تفعيلها من خلال العمل البرلماني الذي يمثل رديفاً لا غنى عنه للعمل السياسي والدبلوماسي لنصرة القضية الفلسطينية وقضية القدس. أرحب بكم مجدداً متمنياً لاجتماعكم النجاح في أعماله والتوفيق في التوصل إلى نتائج تعكس حجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقكم. شكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب المعالي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، باسمكم جميعاً أتقدم بخالص الشكر لصاحب المعالي الأخ العزيز الأستاذ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية على هذه الكلمة القيمة والتي عكست الأهمية الكبرى لقضية الأمن الغذائي في الوطن العربي، وقدمت رؤية شاملة ودقيقة لهذه القضية باعتبارها أحد أهم أركان الأمن القومي العربي في مفهومه الشامل. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، انطلاقاً مما انتهى إليه المؤتمر السنوي الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية من دعوة المشاركين فيه آنذاك إلى تعزيز التضامن العربي ومضاعفة الجهود المشتركة للتصدي للتحديات الراهنة التي تواجه أمتنا العربية، ومع زيادة هذه التحديات على مدار عام مضى واستمراراً للجهود المبذولة على مدار مؤتمرات 4 مضت تحت مظلة جامعة الدول العربية،
لا يزال الجميع يتطلع إلى مزيد من العمل العربي المشترك لإنفاذ وإنجاز ما يتم التوصل إليه من توافق عربي لخدمة قضايانا العربية. رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي. يواصل البرلمان العربي تفعيل الدبلوماسية البرلمانية التي ينتهجها لمناقشة القضايا العربية التي تمثل أولوية ملحة للشعب العربي، وذلك انطلاقا من استراتيجيته الراسخة بأن الدبلوماسية البرلمانية جزء لا يتجزأ من الدبلوماسية الرسمية، هي الجناح المكمل لها من أجل خدمة مصالح الشعب العربي والدفاع عن قضاياه. وتعزيزاً لمبدأ تنسيق وتضافر الجهود العربية على المستويات كافة، فقد انتقى البرلمان العربي قضية استراتيجية بامتياز لتسليط الضوء عليها وطرحها أمام أرفع القامات البرلمانية بالدول العربية المجتمعة اليوم في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، لنضع سوياً خارطة طريق برلمانية عربية للأمن الغذائي. حرصنا على أن نعطي قضية الأمن الغذائي أهمية كبرى، خاصة في ظل ما يشهد العالم من أزمات غذائية طاحنة. إنها قضية الأمن الغذائي العربي، تلك القضية التي لطالما شغلت البرلمان العربي باعتبارها قضية أمن قومي بالدرجة الأولى، فكانت الدعوة دائما لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي العربي باعتباره السبيل الأمثل لمواجهة تلك الأزمة التي تهدد الأوطان. نعم، إنها قضية أمن قومي عربي بالدرجة الأولى، وأضحت هي الشغل الشاغل لكافة الحكومات ليس على المستوى العربي فقط، وإنما على مستوى العالم أجمع في ظل أوضاع اقتصادية عالمية غير مستقرة وأزمات متلاحقة تعاني منها دول العالم كافة. فلم يعد أحد بمأمن من تلك الأزمة الخانقة التي لا تحتمل أي تأخير أو تأجيل في معالجتها والتصدي لها. أزمة الغذاء وما يتعرض له الأمن الغذائي من تهديد في وقت تشتد فيه الحاجة لعمل تكاملي وجماعي لمواجهة الفجوة الغذائية الخطيرة التي يعاني منها العالم العربي. إننا نجتمع اليوم لبحث ما يمكن أن يقدمه البرلمانيون العرب من اقتراحات ورؤى برلمانية يمكن من خلالها التعامل مع تلك القضية الحيوية لشعبنا العربي الكبير. وفي هذا الصدد، فقد أخذ البرلمان العربي على عاتقه تلك القضية وأعد مشروع وثيقة برلمانية استرشادية بالتعاون مع البرلمانات العربية، وتتضمن هذه الوثيقة عدداً من التوصيات والاقتراحات، ومنها مراجعة وتحديث التشريعات العربية من أجل نظام غذائي عربي أكثر مرونة واستدامة، توطين التكنولوجيا وتطبيق مفهوم الزراعة الذكية، تعزيز التكامل العربي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء، حوكمة إدارة الموارد المائية العربية، وتبني رؤية عربية موحدة تجاه قضية الأمن المائي العربي، دعوة الحكومات العربية إلى إطلاق التحالف العربي للأمن الغذائي، دعوة البرلمانات العربية إلى تكوين شبكة برلمانية عربية للأمن الغذائي، وتعزيز الجهود العربية في مواجهة التغيرات المناخية.
إن البرلمان العربي والمجالس والبرلمانات العربية يأملون أن تمثل هذه الوثيقة البرلمانية إضافة لتعزيز الجهود العربية المشتركة في مواجهة مشكلة الأمن الغذائي العربي، كما يتطلعون إلى الاسترشاد بها في إطار الجهود التي تقوم بها جامعة الدول العربية من أجل إعداد الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي.